يعني كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسر والحمى. قال ابن سلمان ده بينا سر عقوبة بانك سعادت مستهزئ أديت عيبان خلقة الندر أري خد تعالى در حقوان ده چه قلت يا ويخدنا رب العالمين آيته كده سورة التوبة ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يعني أكيد سيال وانا بيت أكرني يعني أبيت عيبا وأبيت استهزاء بخلق التان أربو شيء كان بجمع مع الصحبات بو يعني نكتة علماء منا نكتة علماء يعني شكة طبيعية أما لكن هو بها يعني او كذا هم بيبت كنا كني حجيكي جاركي هوس بها مروا كن ليش كار جارك يهوبا هم يبيت كنا كلمة أنا ولا إنسألتهم رجع قيامتي لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب دائما نكتب يعني بسعبات دو أريد بوش السعبات في مزنان أوكي الدنيا نويت جبان جبان يخاف من عذاب الدنيا ولا يخاف من عذاب الآخرة ولا يخاف من عذاب القبر أريد بوش بعصير رؤساء الدنيا أوكي أبي شريقين ضنتا يعني أبان كسا قرأ جاتاتا قوتن هكر أبانا زاني بز الله ما يفا أبانا أفتطا ولا سر كرامتا بسلمانا نكتر إطلاقا منا بس أوزان مزناز الله طيب خو نبو فقير وجارة نبو أهل ديني نبو كرامتا بسلمانا شرف أمتي قيمتا بسلمانا يا ما قالي بسلمانا طوالاتي ماذا كرامت وشرف ما منا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب نخوض ونلعب ويقولنا خذي تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون نكتب خذي تعالى نكتب آيات خذي تعالى كن بشر آياتك آيات خذي تعالى نكتب بيغمبره عليه الصلاة والسلام نكتب بسلمانه نكتب مزيفته أري ما تشتدين أبجه عربدة تدا تذكرني أبجه زينة تدا تذكرن يا عرقت اللي تدا بخارن يا قمان تذكرن بوش بحسيوان ناكن تشكي منور متطور حدثينا متغرب منا قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون ويخذنا خذي تعالى لا تعتذر رجع قيامات رب العالمين بتمنى عذرينك قد كفرتم بعد إيمانكم خلاص هنا كافر بوش أو استهزاء ترانب بسلمان أبكى تشكي بسلمان دي كافر بن بجا إلا بخطة أبكى نغا أو ترانا أب حجاب وشنكت بسلمان كت شنكي حجاب شرعية أو دي كافر بن أو ترانا بريهت بسلمان أبكى شنكي ريه شرعية دي كافر بيت أوي ترانب مالك بسلمانة تشكيل بسلمانة أو دي كافر بي اللهم إلا توبتك ها طريقي أجا توبك الخلاص لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ما أنا قالي بسلمانة أخنا خد عبد مهيب من قلب غمر حبيب صلى الله عليه وسلم حديثك روايات إمام بخاري صحيحة خدا خد تعالى شي راسبك إن شاء الله تعالى أذبشتن إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم والعياذ بالله قلب سلمان سيطر بلا مسار أزمان يخوب كين رازمنا بريعا بين حديث أخوه رازمنا خذ تعالى المعاذ كري جبلي صحابي مبارك قلت يا رسول الله يعني بما في معنى يعني أفي اهتمامه بعزماني وخطر عزماني ويلا وعزمان يعني راس عب خطره يا بغمبري صلى الله عليه وسلم قلت ثكلتك أمك وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنة يا معاش ما تشتك هيا مروف السر دبو ليفا والسرزكي وبخشينة أجري جهنم داش بلي عزماني ما تشتك هيا والمروف داش بلي عزماني يعني عزمانة والمروفك عزمان اخو قف الكبسي يجي في غنبه صلى الله عليه وسلم بيشتن مروبي بسلمان
مروف خدين ياس بكلمة كبشتن أو كلمة كلمة حقيقية ياس شو هذا شنينا بس خدي تعالى درجة بلندة ذات البحشتي الله إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات الله بو أخنا شريمة أخنا إصلاحية أخنا باشية بو دنياي بو أخرتي بو ديني بو وطني بو باجيري بو قندي بو خلكي يا خيرة يا باشية خذي تعالى درجة تدبلن كت الدنيا يعني رجع قيامتي ده بلي أو هندي عدت هاي وقت تاخذ أخناك يعني يا شيفا بشمينة ترانا بيكنا مجرى يعني نكتا يا ماتشية منا دبج نكتا ما يعني ماتشي تشتا بس أو ناشي نكتا مازنات كتا شكاوزان تعذاب الديف بلي نكتا دل ديف سلمانا كت يجبيك لعذاب جهنم يا قبري أبا مصيبتك وقلك مازنا يعني عذاب أدنى وعذاب يعني أكبر يا قيامات عذاب مازنا يا دنيا عذابك كيما شوية ترسل شوية لا ترسل كلمات دبجة والعياذ بالله يا بايخ غيبته افتراء ببختي ودرو ايش كيست هندك ان غيبته هندك ان نامس هندك يا شيفا بچنينة بجت يهوي بها في جهنم بجت خاله اتت نفع اقري جهنم بسر وكلينه ام دعاش خذ تعالى تنقلي بسلمان رب العالمين ما بكتب سلمان ورب العالمين ما بهلت بسلمان ام بمرين بسلمان رب العالمين ما يصلح كتن قوم ما إصلاح كتن أمتا ما رب العالمين شيكت إصلاح كتن خديت على مهمية شيكت خديت على مهمية باش كتن خديت على يد باش هر باش كتن يد خراب خديت على شيكتن خديت على توبة دكوان خديت على كتاب سلمان خديت على ومجير توبة دار خديت على بتب حشل سر توبة وان آمين آمين يا رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولأمة محمد أجمعين أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض ومغاربها أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إخوة الإيمان، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا جميعًا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال جل من قائل وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة أي واحدة صلى الله عليها بها عشرة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 70 وإلى 700، والله يضاعف لمن يشاء، والله ذو الفضل العظيم. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. كما اللهم صل وسلم على جميع إخوان نبينا من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحب كل وتابع كل أجمعين، وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، جمع الله بيننا وبينهم في روضات الجنات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رحمة